تمكنت مديرية شرطة محافظة العاصمة من استيفاء معايير برنامج أماكن العمل الصحية في المستوى الماسي كأول جهة على مستوى مملكة البحرين، حيث تنفذ وزارة الصحة هذا المشروع بهدف حفظ الصحة وتعزيزها في أماكن العمل. نعم، هذا وسعت المديرية لاستيفاء معايير المشروع من خلال تشكيل فريق مختص من منسوبي المديرية لتلبية متطلبات الحصول على الشهادة من خلال برامج ودورات تدريبية لمنسوبي المديرية، تضمنت على عمل استبيانات حول عدد من البرامج مثل الصحة النفسية والتغذية السليمة واللياقة البدنية ومكافحة التدخين، والتنسيق مع إدارة الشؤون الصحية والاجتماعية بوزارة الداخلية لإعداد برامج عمل تتمثل بعقد محاضرات وجلسات علاجية لمنسوبي المديرية.